لا يمكن تساعدهم ان هم ينافسوا على البطولة. امكانات اللاعبين لا يمكن تساعدهم، يعني حضرتك شايف ان فريق لسه الزمالك الفريق في الزمالك محتاج عناصر عنده تانية. طبعا طبعا حسام له دور ايجابي في ذلك وله دور سلبي. دور سلبي في ايه؟ انه انتقاءه للعيبه الثمانيه اللي جابهم دون مستوى نادي الزمالك، ومع ذلك قدر فيهم ان ينافس النادي الاهلي والاسماعيلي على بطوله الدوله. يعني حضرتك شايف ان النادي او فريق الزمالك ما كانش موفق في الصفقات، الجهاز الفني لم يوفق في صفقاته او اختياراته الموسم ده. يا محمد زمايلك اللي قاعدين معاك في الاستوديو واخواتي، انا قلت يا عفة الكلام ده في اول جلسه للجنه الفنيه في نادي الزمالك ابان ما كنت في مجلس الاداره، قلت للكابتن حسام يا كابتن حسام اختياراتك لا ترقى لمستوى طموحنا في الحصول على البطوله. انا فاهم وحافظ كل كلمه قلتها له. طيب طبعا الرساله دي احنا دي من الامور الفنيه اللي هنناقشها مع ضيوفنا في الاستوديو، طبعا رؤيتهم الفنيه لامكانات النجوم او العناصر المتميزه في الفريقين يا كابتن. الحاجه الثانيه يا محمد عايز اقولها لمصلحه الجهاز الفني للنادي الاهلي وخصوصا مستر مانويل بوزيه. مانويل بوزيه جالنا المره دي بتوب جديد، مش الخيط بس ولا الكيمياء على راي صديقي اللي هو سمير الكاشف، الكيمياء الناجحه ما بينه وما بين النادي الاهلي، رغم ان هو اشتغل في انجولا لم ينجح، اشتغل في الاتحاد جده لم ينجح. جالنا بشكل ايه الشكل الجديد؟ الاسلوب العلمي في التدريب. جاب معاه مخطط احمال، جاب معاه مخطط اداء ومحلل اداء، جاب معاه خبير تغذيه يتعامل مع الطب النفسي. كانت النتيجه ايه؟ النادي الاهلي خسر 4 بونت فقط في الدور الثاني. الدور الثاني. والاداء بقى مقنع اكتر للجماهير او بقى في حاله رضا من النقاد والمحللين والجمهور عن اداء الفريق. هم دول اللي كانوا مع حسام البدري يا محمد، وهم دول اللي كانوا مع زيزو. مفهوم مفهوم. وهم دول اللي فقدوا في الدور الاول 16 بونت. مفهوم يا كابتن ابراهيم. طب الفارق واضح في الاداء وفي رصيد النقاط ما بين الدور الاول والثاني. طبعا اعتقد الكابتن وليد والكابتن خالد هرجع لهم حالا. انا طبعا بشكر حضرتك جدا، كلام مهم جدا يا محمد. الاسلوب العلمي لابد ان مدربينا ينتهجوا الاسلوب العلمي في التدريب. مفيش الفهلاوه دلوقتي يا محمد و10 لفات وتقسيمه. طبعا كابتن ابراهيم كل نقطه حضرتك اشرت اليها محتاجه وقت لمناقشتها. انا طولت معاكم. لا بالعكس، اسعدتنا بمشاركتك معانا كابتن ابراهيم. وتحياتي لاخواتي وحبايبي، واتمنى لقاء يليق باسم الناديين ان شاء الله. ان شاء الله اللي مالهمش مثال على مستوى العالم. بشكرك جدا كابتن ابراهيم يوسف. مشاهدينا فاصل ونعود لاستكمال الحوار، ونفكر حضراتكم برسائل اس ام اس وامنياتكم وتوقعاتكم والطلبات اللي بتوجهوها والرسائل اللي بتوجهوها للاجهزه الفنيه ونجوم ولاعبي الفريق. عناصر، مش كل العناصر طبعا، مش على مستوى بطوله الدوري او حافز البطولات. اولا هو الكابتن ابراهيم اتكلم في حتتين. اول حته الصفقات اللي جاتنا للزمالك دي فعلا جانبها الصواب او حتى التفكير المستقبلي فيها لوجود بعض اللاعبين دي داخل نادي الزمالك، كلفوا نادي الزمالك اكتر من 20 مليون جنيه بدون داعي، بدون الاستفاده منهم خالص. مش اضافه فنيه للفريق. لا خالص. ودي برضو من الاخطاء اللي ارتكبها التوأم، يعني ان انا اتعاقد مع ناس يعني كان المفروض ان يبقى فيه مشاركه من بعض العناصر اللي موجوده جوه النادي لاختيار اللاعبين دي، وهم اكثرهم عندنا في النادي، يعني ما اكثر الخبره اللي موجودين في نادي الزمالك، فيه كابتن محمود سعد وكابتن ابو رجيله ومجموعه من الناس الخبره اللي بيستعين بيهم دلوقتي الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري للقاء محاضرات على المدربين الجدد، فعندهم الرؤيه دي. كان المفروض يتم الاستعانه بيهم لاختيار اللعيبه دي، انما اللعيبه دي جت بطريقه عشوائيه طبعا، وخسرت النادي كتير وخسرت حسام كمان. يعني خسرت حسام ان هو كان ممكن يستفيد ببعض الصفقات، لو كان عمل صفقه كويسه كان استفاد بيها وكانت نفعت في فتره من الفترات اللي فاتت دي، في مثلا في عدم وجود الصفتي او محمد يونس كان يبقى في حد تاني يقدر يلعب في مجال السرد باك اللي لعب فيه احمد سمير، اللي برده من الصفقات اللي هي ما فادتش النادي ومش هتفيد النادي حتى على المستوى المستقبلي. الحته الثانيه ان نادي الزمالك فيه عناصر فعلا كويسه جدا كابتن ابراهيم، بس يعني هو قلب باسلوب تاني. لا، هي فيه لعيبه كويسه جدا في نادي الزمالك، فيه عناصر مميزه ابتدت حتى يبقى ليها تواجد والناس كلها بتعرف اسمائها، عمر جابر وفي محمد ابراهيم، محمد ابراهيم طبعا، رغم طبعا خوف محمد ابراهيم في مجموعه كويسه. انما المباراه بقى في حد ذاتها، انا بقول مباراه الاهلي والزمالك دايما ملهاش مقاييس لا قبلها ولا بعدها.
لا قبل المباراه ولا بعد المباراه. بمعنى انا ممكن ابقى سيء جدا واكسب مباراه اهلي وزمالك، ممكن ابقى كويس جدا واخسر مباراه اهلي وزمالك. المباراه دي ملهاش مقاييس بالفعل، فيها توفيق لبعض اللاعبين